طباخ العشاء راح يجي نظام بوري مثل ما قلنا لكم، كلنا نعرف انه نظام البوري راح يكون نظام مفيد للعراقيين. ليش؟ العراقيين يريدون بس يطبخون ولا يعني ما يهتم بالطبخ، فالنوزي اللي يراد له اهتمام، اما البوري ما يراد له اهتمام، جيبوا شغل وعادة طبيعي، النار ما تبقى طبيعيه. النوزي الاقتصادي اكثر بالغاز، يعني هذا اذا يطول عندك الدبه بالبوري اسبوعين، باللوز راح يطول عندك تقريبا شهر الى 3 اسابيع، راح يكون اقتصادي جدا بصرف الغاز، لكن راح يتعرض للانسدادات. لان تشوفون فتحه النوزل، تعال تقرب لمحمد هسه، هنا عندنا هذا الطباخ، تشوفون هذا الطباخ، هذا يجي بس المشعل بالنص نوزل، هذا النوزل تشوفون فتحته شلون صغيره، طبعا هاي ميد ان ايطاليا محفوره عليها. هذا الطباخ الستيل العشتار، ايضا راح نتكلم على سعره وراح اتكلم لكم على مواصفاته، لكن خليني اكمل لكم الشرح. النوزل مثل ما ذكرنا لكم شنو؟ السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير، ويلا حيهم متابعينا الكرام. بهذا الفيديو راح اتكلم لكم على اسعار الطباخات بالسوق العراقيه، راح يكون من 4 عيون الى 6 عيون، راح نتكلم بالتفصيل على المواصفات وعلى الضمان وعلى الشكل وعلى الديكور، ونبدي وياكم بالترتيب. لكن قبل كل شيء وقبل لا نبدي الفيديو مثل ما عودناكم، اتمنى تصلون على النبي محمد وتفعلون زر الجرس والاشتراك بالقناه، واشوفكم شو المسابقه نسيتوها. المسابقه ان شاء الله حتكون هذا الشهر الجاي يوم 27 بالشهر اللي جاي يعني ان شاء الله الشهر الثاني، فاتمنى تكونون ضمن الفائزين بالمسابقه. تابعوا الفيديو راح نتكلم وياكم. طبعا مثل ما قلنا لكم راح نبدا وياكم شرح من اصغر طباخ الى اكبر طباخ. راح نبدا بالاربع عيون. عندنا امامكم هذا طباخ الاربع عيون، قرب لمحمد، ماركه جوسونيك. ماركه جوسونيك هي ماركه ايطاليه معروفه، راح يكون سطح ستانلس ستيل، وراح يكون ستانلس ستيل كلش قوي مثل ما ملاحظين، يعني بليت درجه اولى. السطح راح يكون ستانلس ستيل، وجهه ستانلس ستيل، مقابض الابواب مطليه بالستانلس ستيل مثل ما ملاحظين، واكو يد هنا احنا مشاديها. حتى القاعده الجوه اللي تعتبر هي حافظه حراريه راح تكون مصنوعه من الستانلس ستيل بالكامل. طبعا طباخ يحتوي على فرن فوق جوا، فرن فوق، فرن فوق جوا، يحتوي على صينيتين تبسي بالاضافه الى سلتين بالاضافه الى شوايه دجاج. عندنا هنا الازرار مال شوايه الدجاج بالاضافه الى قلوب الداخل. راح نتكلم لكم على السطح الموجود بالطباخ، راح يكون من الستانلس ستيل مصنوع بالكامل مثل ما قلنا لكم. شوفون هذا كله ستانلس ستيل مو صبغ. عيون الطباخ راح تكون ستانلس ستيل ايضا، لكن نظام التشغيل مال الطباخ راح يكون بوري نوزل، والبوري راح يكون نحاس، قرب لمحمد، يعني نحاس اصفر مثل ما ملاحظين، هذا نحاس، والنحاس كنا نعرف عمره يكون اطول. ونظام البوري هو نظام يعني اكو ميزات بالبوري ما موجوده بالنوزل، واكو ميزات بالنوزل ما موجوده بالبوري، راح نتكلم لكم عنها بنهايه الفيديو. وشنو الافضل وشنو اللي يناسبك. هذا الطباخ راح يكون الفرن مالته يشتغل بان واحد، او تقدر الشغله انت بشكل منفصل. بالنسبه لسعر الطباخ راح يكون سعره 495,000 دينار، عليه 295,000 دينار، عليه عرض خاص، راح يجي باللون الابيض واللون السيلفر. اللون السيلفر يكون من ستانلس ستيل فيكون غالي، الابيض راح يكون سعره مناسب يعني اقل من يمه ب 20,000 دينار. السيلفر 295 والابيض 275,000 دينار. راح نحول لكم على الطباخ الثاني، طباخ الخمس مشاعل ماركه اربوت كوديا تركي، يعني ايطالي، كله ايطالي لكن تجميعه فقط بتركيا. تقرب لمحمد، تشوفون ديزاين مالته كلش حلو. الوجه راح يكون مصنوع من المعدن المطلي باللون الذهبي، يعطي طابع كلش حلو، ديكور كلش راقي ويا المطبخ او المكان راح تخليه بيه. هذا الطباخ اللي يميزه عن بقيه الطباخ راح تكون هذه القطعه معدن، يعني حتى لو تفتح الفرن ما راح تمو عندك، لان راح تكون معدن، يعني هذه من المعدن مو نايلون، فراح يكون عمرها طويل مقارنه مع بقيه الطباخات. السطح مالته راح يكون بلازما جام غير قابل للكسر مثل ما ملاحظين، راح يجي خمس مشاعل، نظام نوزل وليس بوري. هذا نوزل مثل ما ملاحظين، تجي بيه جداحه كهربائيه خمس مشاعل، وايضا سعره جدا مناسب وعليه تخفيضات. الفرن مالته يشتغل فوق جوه،
سطح الوجه مال الطباخ راح يكون مثل ما ذكرنا لكم، هذه القاعده تجي باللون الذهبي، مقابض الفرن راح تجي ايضا باللون الذهبي، ويده ستانلس ستيل. الفرن مالته راح نتكلم لكم عليه، طبعا تجي بيه جامه حراريه، هذه الجامه الحراريه راح تمنع خروج الحراره للجامه الخارجيه او للعيون حتى هي موعن، فراح تحافظ على العيون وعلى القطع الخارجيه للطباخ من الحراره. تجي بيه الصينيه التبسي وشواية دجاج بالإضافة إلى سلة داخلية. فرن مات راح يكون فرن يشتغل فوق جوا بآن واحد، وأيضا تقدر تشغله بشكل منفصل أو متصل، يعني عندك عين أو يد للفوق ويد للجوة، تريد شغل الجوة أو تريد شغل الفوق حسب احتياجك أنت. بالنسبة لهذا الطباخ راح يكون طباخ كلش مناسب، جداحة كهربائية به، شواية دجاج وقلوب داخلي. قياس الطباخ راح يكون قياس كطول بعرض، عرضه عمقه 60 سنتيم، عرض الطباخ راح يكون 88 سنتيم، يعني اقصف من الطباخه ب 90 سنتيم. وجه ستانلس الجام، والجام راح يكون جام حراري بسمك يعني 1.5 ملم، هذا الجام يتحمل اعلى درجات الحراره. هواي عالم تسالون على هذا الطباخ، خاف ينكسر عندنا، خاف يضرر، ينكسر بحاله وحده، وهي يعني هاي الجامة حال بقية الجامات، انه اذا انت شت مشغل حار او تطبخ عليه لفترة طويلة وجبت مي بارد فاكيد راح يطق عندك، لانه حار وبارد بالنسبة للجام ما راح يتحمل فراح ينكسر عندك، فانت مجرد انه تحافظ عليه ما عليه اي شيء. بالنسبة لضمانه 5 سنوات عدا سوء الاستخدام. طبعا تكلمنا لكم عليه وعلى شكله الخارجي. الطباخ يحتوي على فرن، فرن فوق وفرن جوا، تقدر شغله بآن واحد، تقدر تشغله بشكل. بالنسبة لسعر هذا الطباخ راح يكون سعره 359 ألف دينار، عليه ضمان مدة 5 سنوات، ال5 سنوات أول صيانة مجانية، أول سنة صيانة مجانية، و4 سنوات نوفر غراب بفلوس. هذا الطباخ راح يكون سعره جدا مناسب، 5 مشاعل إيطالية، تجميع راح يكون بتركيا. طباخ كلش حلو، شكله حلو، يجي فقط بهذا اللون. راح نتحول على الطباخ الثاني اللي هو طباخ العشتار، صوروا لهم يا محمد، يجي بيه اللون الأبيض واللون الأسود وهذا اللون الستانلس ستيل. الطباخ العشتار طبعا العالم هواي قاعد تسنى عليه وهواي عليه اقبال بالسوق بسبب الجوده مالته. راح يكون الطباخ يجي بثلاث موديلات، موديل الستانلس ستيل ويجي باللون الاسود واللون الابيض واللون الحليب، العفو 4 الوان به، ويجي بموديلين، موديل مشاعل نحاسيه للخمس عيون وموديل للمشاعل الستانلس ستيل. هسه راح اتكلم لكم على الفرق بين هذه المشاعل وهذه المشاعل. اما بالنسبه للحجم يجي عندنا بقياسين، قياس ال5 مشاعل وقياس ال6 مشاعل. راح اتكلم لكم على 5 مشاعل. طباخ العشتار راح يكون شكله كلش حلو، نظام بوري مو نوزل، تشوفون العيون مال الطباخ قرب لمحمد. عيون الطباخ اول ما تشوفه انت راح تجذب النظر اليك، لانه راح تكون من النحاس الاصفر الاصلي، والنحاس يكون عمره طويل بالنسبه للطباخات، يعني المشاعل مالته كلها راح تكون نحاسيه صفراء. وايضا الطباخ راح يجي نظام نوزل مثل ما تلاحظون، هذا العين مال الطباخ ستانلس ستيل العفو نحاسيه بالكامل، يعني مو صبغ. وايضا راح يجي نظام بوري، كنا نعرف انه نظام البوري يحبونه العراقيين ويرغبونه اذا يعني لانه يكون انسداداته قليله، العراقيين نعرفهم احنا ما يهتمون بالحاجه، يجيبها يشغل ويطبخ وهذا هو. طباخ العشتار راح يجي نظام بوري مثل ما قلنا لكم، كلنا نعرف انه نظام البوري راح يكون نظام مفيد للعراقيين، ليش؟ العراقيين يريدون بس يطبخون ولا يعني ما يهتم بالطبخ، فالنوزلي يراد له اهتمام، اما البوري ما يراد له اهتمام، جيبه وشغل وعادي طبيعي، النار ما تبقى طبيعيه. النوزل اقتصادي اكثر بالغاز، يعني هذا اذا يطول عندك الدبه بالبوري اسبوعين، باللوزر راح يطول عندك تقريبا 1 إلى 3 أسابيع، راح يكون اقتصادي جدا بصرف الغاز، لكن راح يتعرض لانسدادات، لان تشوفون فتحة النوزل، تعال قرب لمحمد. هسه هنا عندنا هذا الطباخ، تشوفون هذا الطباخ، هذا يجي بس المشعل اللي بالنص نوزل، هذا النوزل، تشوفون فتحته شلون صغيرة، طبعا هاي ميد ان ايطاليا محفورة عليها. هذا الطباخ الستيل العشتار، ايضا راح نتكلم على سعره وراح اتكلم لكم على مواصفاته، لكن خليني اكمل لكم الشرح. النوزل مثل ما ذكرنا لكم، النوزل راح يكون اقتصادي اكثر مثل ما قلنا لكم، البوري راح يكون لا يصرف اكثر بس راح يكون ما ينسد عندكم، يعني عمره اطول. راح تجي بيه جداحه كهربائيه، شوايه دجاج، قلوب داخلي. عرض الطباخ 90، عمقه 60 كقياسات. الطباخ راح يحتوي على فتحات تهويه من فوق، صوروا لهم يا محمد. هذه فتحات التهويه بحيث انت ما تحتاج تفتح باب الفرن وانت تطبخ او انت تطبخين، يعني اوتوماتيكيا راح يصير تداول الهواء موجود
من خلال هذه الفتحات. جامة موجودة به حرارية أيضا مثل ما ملاحظين. فرن فوق جوه. راح أتكلم لكم على الفرن. الفرن مالته راح يجي فرن فوق جوه. هذا العين عندنا للفرن الفوق. هاي القطعة للفرن الفوق. هاي القطعة للفرن الفوق. أنت تقدر شغله حسب احتياجك. يعني تقدر شغل فوق جوه. تقدر شغل جوه واحد أو الفوق واحد أو حسب رغبتك أنت. صينية تبسي موجودة به. سلة موجودة به. أو شواية دجاج أيضا موجودة به. تشوفون هاي الفتحات الموجودة بالأبواب. هاي الفتحات عن طريقة يتداور الهواء ويطلع من ظهر الطباخ. يعني أنت من تطبخ ما يحتاج تفتح الفرن هيش. لا. تسده طبيعي او تطبخ. بالنسبه لسعر هذا الطباخ ضمانه، ايضا عليه ضمان 5 سنوات العشتار، راح يكون ايطالي بالكامل، مشاعل ايطاليه مثل ما صورنا لكم وشوفنا لكم اياه، راح يكون سعره 525,000 دينار بالنسبه لخمس عيون، وست عيون 600,000 دينار. المشاعل النحاسيه والمشاعل الستانلس ستيل راح يكون نفس السعر تقريبا، فقط انت حسب رغبتك، يعني اذا اردت مشاعل نوزل تاخذ النوزل، تريد مشاعل نحاسية أو صفرة أو ستيل هذا الشيء راجع لك. بالنسبة للستيل الفرق الوحيد اللي يجي به أنه تجي العين بالنص نظام نوزل، لكن باقي العيون ما راح تجي بوريا عزائي. راح أشوفكم تصنيع العيون بالنسبة للعشتار قرب لمحمد. يعني إذا نرفع هذه العين خلا أصور لكم إياها حتى تشوفها. إذا نرفع هذه العين راح تطلع مكتوب كلمة ساباب من إن إيطاليا الملاحظين، وحتى جوه حفر يعني محفورة عندكم ساباب هذه من ان ايطاليا. فهذا الطباخ راح يكون ايطالي بالكامل، نظام سي اف تي بي. اذا اكو تسريب مال غاز اوتوماتيكين هو راح يقفل الغاز عندكم. مصنوع بالكامل من ستانلس ستيل، لكن هذا اللون الازرق هو عبارة عن نايلون تغليف، وهذا اللون الحقيقي ستانلس ستيل. وجه مالته والسطح وبالكامل راح يكون مصنوع من ستانلس ستيل. بالنسبه للاسعار ذكرنا لكم اياها، بالنسبه للمواصفات ايضا ذكرنا لكم اياها. بقى الشيء الاخير ما ذكرنا لكم اياه هو الفرق بين النوزل والبوري. النوزل راح يكون اكثر اقتصادي او قليل بصرف الغاز، يعني مثل ما قلنا لكم اذا الدبة طول بالبوري اسبوعين بالنوزل طول عندكم شهر، لكن راح يكون معرض للانسدادات فيحتاج لمدارة، يعني بين يوم ويوم تنظفونه او يوميا تنظفوه ما عليه شيء نهائيا. اما لا البوري ما يحتاج تنظيف اصلا ولا يحتاج اي شيء، تشغله شوك ما يعجبك يشتغل طبيعي، لكن يكون صرفه اكثر بالغاز من النوزل. اللي قاعد بمجمعات بسمايه او اي مجمع يجيهم الغاز عن طريق البوار راح يكون الغاز نظيف بنسبه 90%، فانصحهم ياخذون النوزل. اما اللي قاعدين بالبيوت وعندهم دبات راح يجي الغاز لهم نظيف بنسبه 60 إلى 80 إلى 70%، فراح يسبب انسدادات، فانصحهم ياخذون البوري. بنهايه الفيديو اتمنى انكم تكونوا استفاديتوا ولو طولت عليكم، ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه. حياكم الله، الف هلا بكم.